يا صباح الخير مرة تانية. بظل عالم الإنترنت والسرعة والتكنولوجيا وبعد انتشار جائحة كورونا، صار مصطلح العمل والدراسة أونلاين رائج كتير بشكل كبير بكل أنحاء العالم، رغم عدم تقبل البعض لهذا المصطلح وتمسكهم بضرورة الدراسة الحضورية الوجدانية وايضا العمل المكتبي. يعني اذا ما قاموا يا ايه ونزلوا يعني على الجامعه ما بحس اني اشتغلت او راحوا على الشغل، انا ما عم بشتغل تماما. نحن اليوم قررنا انه نسلط الضوء اكثر على هذا المصطلح المهم، نشوف واقع الشباب السوري لتقبله واهم الضروريات التكنولوجيه الواجب الاهتمام فيها لو حبينا انه نحن نشتغل من البيت. وصار معنا الاستاذ مهندس المعلوماتيه محمد صنديدي. يسعد صباحك. صباح النور، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. مثل ما ذكرنا بالمقدمة، يعني اليوم ما كتير في عالم تقبلت لفكرة العمل أونلاين أو حتى الدراسة أونلاين. أثبتت الدراسات أنه ناجحة، أثبتت الدراسات الثانية أنه لا، ما أدت لجدوى إيجابية. كيف بتقيم واقع الشباب السوري إن كان بالدراسة أو العمل أونلاين؟ هلأ بشكل عام واقع الشباب أنه بالنسبة للعمل أونلاين، أي شاب أو أي صبية اليوم جاهزين للعمل أونلاين، بالعكس عم يسعوا لحتى يشتغلوا أونلاين لأنه هو مريح بالنسبة لهم. من وجهة نظرهم مريح وسهل، كونه ما في التزام لا بوقت ولا بمكان معين، فريلانس قاعدين. إيه تماما، فيعني قاعد، فبيكون أفضل له العمل أونلاين. ومن ناحية التعليم كمان اليوم الجامعات والمعاهد عم تفتح برامج أكاديمية، ورشات عمل، دورات عن بعد، يعني هذا الشيء سهل اكتساب الخبرة للشباب، انه انا فيني ادرس اونلاين من خلال منصات تعليمية معينة. من خلال هلا بصراحة اي شاب او اي صبية بتمنحها او بتعطيهم معلم انه التقنيات او الادوات اللازمة للعمل او التعليم اونلاين هن جاهزين. حلو. هن جاهزين، اكتسبوا خبره من خلال التعامل مع الانترنت ومن خلال المواقع الالكترونيه والسوشيال ميديا. تماما، هذا اللي رح نحكي عنه اليوم. كافية. ايه تماما. اوكي، كونه ذكرنا موضوع الادوات، ففعلا نحن اليوم في كثير اشخاص حابين يدخلوا لمجال الاونلاين سواء كدراسه او كعمل. طيب انا شو لازم اكون مامنه او شو ادواتي اللي لازم اضمنها موجوده معي لتحقق لي انه انا اقدر ادخل لمجال الاونلاين؟ خلينا نقول تمام. هلا الادوات اللي ممكن يمتلكها اي شخص للدخول لعالم الاعمال عن بعد هو جهاز لابتوب او كمبيوتر وشبكه انترنت مستقره. هلا في كثير ناس بيسالوني انا فيني اشتغل على موبايلي اونلاين، يعني ما بيكفي الموبايل لانه بده متطلبات ومواصفات معينه لحتى ينطلق. هلا في بعض الاعمال اكيد راح اذكرها كمان شوي، عادي يعني انه ممكن تتطلب مواصفات بسيطه. ايه بس بنفس الوقت جهاز اللابتوب يعني أساسي. من الاساسيات ضروري. اللي ممكن الواحد يعني الادوات الاساسيه ما فينا نستغني عنها بمجال العمل. هلا يعني ذكرت شغله انت حضرتك استاذ، جهاز لابتوب او بي سي كمبيوتر عادي ممكن، وشبكات انترنت مستقرة. هلا الاولى جاهزه ممكن تكون، لا هون الثانيه هون مو شغلتنا نحن. ايه يعني ممكن باي دقيقه يقطع النت الكبل. اذا قطع النت يعتبر كارثه. تماما. إيه. في ناس فعلا اذا تعطل شغلهم يوم واحد على الانترنت فيعتبر كارثه. شو اهم البرمجيات؟ خلينا نحكي تكنولوجيا بقى. هلا شو اهم البرمجيات او التطبيقات اللي انا بحاجه لها او اتمرس فيها لاقدر مارس انا عمل من المنزل اونلاين؟ تمام. هلا اهم التطبيقات اللي ممكن نستفيد منها بدومين العمل عن بعد انه تطبيقات التخزين السحابي، هذول يعتبروا من اهم التطبيقات مثل دروب بوكس او جوجل درايف، بنحط من خلالها مزامنه ملفات بين الفريق العمل، وهذا الشيء بيساعد لحل كثير من المشكلات اثناء العمل اونلاين. هون عم نعمل كفريق مثل سيرفر نحن بس مشترك عن بعد. تماما. سيرفر مشترك عن بعد بين اعضاء الفريق. طيب. وكمان من اهم التطبيقات تطبيقات مشاركه سطح المكتب مثل تيم فيور او تطبيق الزوم، هدلون التطبيقات بيسمحوا للفريق بمشاركة سطح المكتب بيناتهم، يعني شخص واحد ممكن يشارك سطح المكتب ويشتغلوا على نفس سطح المكتب من خلال هذا التطبيق. حلو. إيه، وبنفس الوقت كمان بمنحهم ميزة عقد اجتماعات، عقد اجتماع لاتخاذ قرار معين بالشركة، يعني بغض النظر أحسن ما نتواجد وجودياً، نفتح زوم. ونعمل ميتين، بيصير في اجتماع افتراضي. تمام. بتناقشوا فيه وبياخذوا قرار معين. يعني هي التطبيقات الأساسية لأي شركة بدها
يعني عم تتبع نظام العمل عن بعد بين الموظفين. تمام. طيب اوكي، يعني هي هيك بشكل عام خبرتنا على ابرز هي التطبيقات. بدنا نرجع شوي لفكره هالتطبيقات اللي بدها تنزل على هاللابتوب اللي عندي. يمكن نحن اليوم كل حدا فينا قد يكون عنده لابتوب وحاسه شوي قديم، بده شويه تظبيط لحتى يرجع بس يأقلع بشكل انه يناسبني انا اشتغل عليه اونلاين. فلما بدنا نظبط هاللابتوب شو لازم نعمل؟ خبرنا. هلا بالحقيقة أنا قبل شوي ذكرت إنه في بعض الأعمال لا تتطلب مواصفات، يعني مثلا مثل الماركتينج أو كتابة محتوى، هاي الأعمال يعني إذا كان اللابتوب بمواصفات جيدة بيلبي احتياجات العمل، ولكن في أعمال ضخمة مثل البرمجيات، مثل الجرافيك ديزاين، ممكن بدها معالجات قوية، بدها معالجات قوية، بدها كرت شاشة يعالج الرسوميات اللي أنت عم تشتغلي عليها على اللابتوب. فبالتالي ممكن نحن نوسع مواصفات اللابتوب من خلال توسيع الذاكرة رام، من خلال شراء يعني معالج حديث أو كرت شاشة. هدول يعني هدول الأساسيات، هدول الثلاثة أساسيات. إذا كانوا غير جيدين وغير مؤهلين فهن بحاجة لتحسين لحتى يقوم بالعمل أونلاين. تمام. يعني كثير من الناس عم يستغنوا عن الهارد ميموري وعم يجيبوا SSD كارد، عم يشيلوا السواق ليحطوا بداله قصص ثانيه، كمان بيسرع موضوع تبادل البيانات. طيب خلينا نروح لموضوع مهم جدا، ذكرت انه انا لازم اشتغل اونلاين اوكي من البيت، بس القعده للشغل لازم تكون مقدسه. شو السلبيات للعمل المكتبي او حتى غير المكتبي من المنزل؟ في ايجابيات وفي سلبيات، خلينا نركز شوي على السلبيات. أكيد. هلا السلبيات الأساسية للعمل أونلاين هي مشاكل صحية بامتياز. يعني هلا أنا قاعد طول الوقت على الكرسي وقاعد عم بتفرج على شاشة اللابتوب، وبالتالي أكيد رح يجعني ظهري أو رقبتي. صير عندنا مشاكل صحية إجباري، بيعمل مشاكل صحية، وبالتالي أنا معرض للإشعاعات طول الوقت، فأكيد يعني هالشي رح يأثر على النظر بالمستقبل مع مرور الوقت. هلأ صار في بعض الحلول التقنية مثل اقتناء نظارة بتحمي من هاي الإشعاعات أثناء العمل. إيه، ومن المشاكل اللي ممكن تصير يعني السلبيات كمان مشاكل نفسية. يعني هلأ أنا ممكن أشعر بالملل لأنه تقريباً عملي روتيني وبالبيت وما عم شوف حدا، قاعد عم بشتغل نفس الأعمال يمكن بشكل متكرر لفترة معينة، فأكيد رح أحس بالملل. وبتلاقي هدلون الأشخاص اللي بيشتغلوا أونلاين يعني بيميلوا للعزلة والانطوائية أكثر. إيه هلا بشكل عام، هلا نحن يمكن كلنا صرنا انطوائيين بوجود السوشيال ميديا، بس اللي بيشتغل أونلاين بيصير عنده الانطوائية زيادة، يعني بيحب بس يقعد هو ولابتوبه وبس. عن جد، يعني حتى الفترة اللي هو كان يطلع فيها ليشوف عالمه هيك، لا هو هذا عالمه اللابتوب فقط لا غير. إيه يعني في ناس مدمنين كثير على اللابتوب. هلا أنا أحد الأشخاص المدمن على اللابتوب، ولكن يعني مو إنه أترك الحياة كلها وأقعد على الكمبيوتر. أنا بقول كلمة، أنت بدك تدمن سوشيال ميديا، بدك تدمن عمل أونلاين، أوكي عود قد ما بدك، بس عم تجيب مصاري؟ تمام. إذا عم تجيب مصاري كمل. ضحي. إذا عم تجيب مصاري أو عم تجيب إنكم أو خلينا نقول هذا شغلك كمل، بس قاعد أنت عم تضيع وقت على السوشيال ميديا أو الأونلاين يعني فيوينج، هذا موضوع ما له صح أبداً. فلذلك نحن بدنا نستثمر قعدتنا قدام اللابتوب طبعاً. أو نستثمر دخولنا على هذا العالم الافتراضي. طيب كمان هلأ نحكي شوي عن المهارات اللي أنا ممكن أكتسبها بالبيت إذا أنا قاعد على الإنترنت. شو رأيك بالدورات التدريبية اللي عم تصير أونلاين؟ والله الدورات عم تتوسع يوم بعد يوم، وهالمجال يعني له مستقبل كتير قوي، وهو فيك تقول يعني بدل للتعليم الافتراضي بشكل كامل بالفترات الجاية، يعني الخمس سنوات القادمة إن شاء الله. لأنه الدورات الأونلاين هي الشخص عم يتدرب إمتى ما بده وين ما بده بدون أي تقييد، يعني التعليم مرن بالمقارنة يعني للتعليم التقليدي اللي بتضطر انه تروح لمكان معين بالساعة كذا لتحضر الجلسة، وإذا ما حضرتها بتروح عليك. أما التدريب الأونلاين عن بعد ممكن ترجع تحضرها أوفلاين عادي، يعني ما تأثرت عليك وبنفس الوقت ما راحت عليك المحاضرة. وكمان بس هو في بعض السلبيات يعني للتعليم أونلاين، إنه ما بيصير هالتفاعل القوي بين الأستاذ وبين الطالب، يعني إنه الطالب ضعيف. إيه تماماً، محدود مقيد. يعني الطالب ممكن يتفاعل مع الأستاذ من خلال الدردشة فقط، أو إذا فتح له المايك ليحكي كلمتين
اي وبنفس الوقت كمان في مشاكل تقنيه ممكن يتعرض لها الطالب خاصه محليا. الانترنت بطيء، ممكن تروح عليه جلسه كذا، يعني الصوت ضعيف، دقه الشاشه غير واضحه، يعني ممكن هالشغلات تتحسن مع الوقت اكيد، بس اما اذا بدنا نحكي عالميا الدورات اونلاين صارت معترف فيها يعني عالميا، وفي منصات تعليميه يعني ابدعت بهالمجال. صحيح صحيح، يعني شكرا كثير لكل المعلومات اللي خبرتنا اياها، واهلا وسهلا فيك دائما معنا.